ما أشد إلحاحك؟ خذ، خلصنا الله منك، لا أريد أن أرى وجهك مرة أخرى، اذهب من هنا. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله ولي حليم. قول معروف تدخل به السرور على قلب السائل، وكلام طيب تجبر به خاطره، ومغفرة وعفو وصفح عما بدر من السائل من إلحاف في السؤال وتجاوز في القول. عند الله خير من صدقة يتبعها من المتصدق أذى أو إساءة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكلمة الطيبة صدقة. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة، وأن تلقى أخاك بوجه طلق صدقة. جاء أعرابي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وجذبه من ردائه جذبة شديدة أثرت في كتفه الشريف حتى بانت عنق الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال له بفظاظة وغلظة: يا محمد، أعطني من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه الرسول صلى الله عليه وسلم فضحك، ثم أمر له بعطاء. وكانت أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها تطيب النقود قبل أن تتصدق بها وتقول: الصدقة تقع في يد الله قبل أن تقع في يد الفقير. وقال ابن القيم رحمه الله: لو علم المتصدق حق العلم أن صدقته تقع في يد الله قبل أن تقع في يد الفقير، لكانت لذة المعطي أكبر من لذة الآخذ. وكان أحد الصالحين إذا دخل عليه من يريد الصدقة هش له ورحب وقال: مرحبا بمن جاء يحمل مالي إلى الآخرة بدون أجر. فمن أراد أعلى الدرجات في الإنفاق في سبيل الله اقتدى بالرسول صلى الله عليه وسلم والسيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها والصحابة والصالحين. وإلا فقول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني عن إنفاق المنفقين وعن صدقات المتصدقين. والله غني وأنتم الفقراء، قادر أن يستبدل البخلاء بآخرين أسخياء. حليم لا يعاجلهم بالعقوبة وهو قادر عليها، بل يمهلهم حتى يعودوا إلى ربهم. جزاكم الله خيرا. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله